فشل في صد ضربة جزاء، ولكن هل ينجح هنا أم الكلمة ستكون للهداف؟ انديون أمام على الصورة، يتقدم انديون، جول جول أول لأولمبيك سافي من علامة الجزاء. أشواي السيرية بالمدرجات، وهي الصورة التي كان يتمناها الجمهور المسلوبي. خبر سعيد وانطلاقة مسلوبية في مسار الدوري المغربي. 1-0 تشتعل المباراة في انتظار عودة الوداد. هذه أجواء الفرحة. هنا عبد الهادي السكيتيوي أكيد سيتنفس الصعداء بهذا التقدم، ولكن فليعلم أولمبيك سافي بأن المباراة لم تنتهي بعد.